السلام عليكم الإخوان، أنتم تشوفوا هذا هو حاسي بركان اللي كان فيه الأمان، ولات واحد المجموعة دابا كتعرض للناس في طريقها. هذا السيد هذا راه ضربوه باش يقتلوه الله يخد، على بعد واحد 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر على خارج حاسي بركان. أنتم سيدي شوفوا هاد الناس هذو كي كيتصرفوا معاهم، خصكم تشاركوا معنا في المباشر باش الناس يشوفوا هذا الواقع. كانوا قتلونا شتري فرحنا، حتى خرجنا من الشانطي وخرجنا لبرا الكاميوتا تقلب ولا طلع. يا رب عمر بعد الناس تخرجوا فينا من ما بغيناش نحبسوا، بقاو علينا بالحجار. ما جاو لا جندر الجندر حتى الناس على رجليهم تما؟ نعم شلنا اربعه الناس. اربعه بيهم؟ اربعه بيهم على الناس على الغلاط. راهم كانوا قلبونا، ما كاين لا سلطه لا والو تما. شوف اسيدي هذه شهاده من واحد مره ما كاينش الشيفور. حنا المضرور لا المضرور كانوا يقولوا لنا فين غنمشيو دابا، حنا من واحد الغرب ماشي حتى ولاد البلاد. لا حول ولا قوة، هادشي راه ما كانش، هادشي راه ما كانش هنايا. طالع على البركان. راني عارف الخدمة ديالكم، كديو الخضرة. خضارة احنا. أنتم أسيدي شوفوا. شوفوا لا هما هذا من الكار. أنتوا غاسكتوا أنت صاحبي وليدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. غاسكتوا منايته هو يتجيشا، منايته هو يتجيشا اللي حاسس بها. شنو دابا الإنسان غادي على الطريق على اللاب ويضربوا الشيفور ويقتلوه اكيد باش غادي يجريسيونا الضربه للشيفور بغاو يقلبوا الموتور كاميون باش الشيفور من شفناه قدامنا حنا حنينا وشد على الديريكسيون وشاد النيشان تضرم فيهم من شافوا ما غيحبش بقاو يشيروا مناش من جهه انتم جيتوا؟ حنا جينا من الغرب من واحد القريه بو محمد. شوف من قريه بو محمد شوف كيف كاملوا انتم سيدي من قريه بو محمد كاميون بالقانون ديالو نشوفوا واحد كان الله يحفظك نشوفوا كاميون الاخر عاود اللي يضربوه هانتوما كاع الناس مسطاليا هنايا حيت ما زعموش يزيدوا راه هنا خصك شاركوا معنا هذا اللايف هانتوما كاملين واحد اخر هانتوما ضربوا الشيفور هادو ضربوا الشيفور باش يقتلوه الله يحفظ هاد المجموعه هادي هانتو سيدي شوف هاد السيد هذا هانتوما شوف السيد كيسوق من هنايا شوف الضربه فين جات له يعني هادو نيشوا على الشيفور بغاو حتى يقلبوا الكاميون عاد يجريسيو الناس خدامين على وليداتهم هذا حاسي بركان لا حول ولا قوة الا بالله وها السيد مول الكاميون سيدي عاود لنا الحبيب ديالك كيفاش وقع لك مع هاد الناس هادو وهاد الناس تعرضوا لي انا في الطريق قربت عندهم خرجوا لي ثلاثة هاد الضربة اللي عندك ما قاسوكش قاسوك؟ لا انا ما قاسونيش لو كانت دجاجة عادية كانت غتطفو العجلة كانت غت وعلى سلامتك وحنا غادي نتصلوا دابا بالجدارميه ان شاء الله ونشوف واش ان شاء الله على سلامتك يا حبيبي على سلامتك وين عاود هانتوما عاود ها الناس كتوقف هانتوما سيدي شوفوا شنو راه جاري في هذا حاسي بركان هذه هي حاسي بركان هانتوما ها كاميون واحد اخر شوف فين ضرب هانتوما سيدي يا الله سيدي هاد الناس خدامين على راسهم وهاد المجموعه هادو حسهم هانتوما كاميون دار مسكين كان غادي البركان ها هو راجع غادي راه واقف هنا كيتسنى لا حول ولا قوه الا بالله هاد الناس الاخوان خصنا نديروا اليد في اليد هانتوما مبلوكيين الطريق كامله كلشي راه حابس دابا هنا كلشي خايف ما عندهم فيه غيزيدوا هادو اربعه ديال الناس يا الله سيدي هادو ولاو كيجيبونا ها كلشي مسطالي كلشي واقف شوفوا فين غادي تخرج هاد الشيء هذا حسبي الله ونعم الوكيل هاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل